طيب الدين الإسلامي محتاج لجماعات وفرق، شايفينها كثيرة دي، يعني احنا هسه محتاجين عشان يكون عندنا مئات الجماعات وعشرات الجماعات الآن موجودة في الساحة، هل احنا محتاجين في الإسلام عشان يكون عندنا مجموعات وجماعات قدر دي؟ وين الجماعة والفرقة الناجية؟ يعني دول كلهم أي واحد شاف الثاني ما صح، الصح وين؟ أول حاجة كل هذه الأحزاب والفرق والطرق والجماعات في ميزان الإسلام محرمة، أنا بكون معك صريح جدا ومع سادة المشاهدين. الدليل على تحريمها القرآن، ربنا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وربنا سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله قال ما تتفرقوا. فأي زول سمى نفسه جماعة كذا، حزب كذا، الطريقة الفلانية، الجماعة الفلانية، ده طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وأنا اللي قدامك ده وانتمي لأي جماعة. أي طيب ما كلامك ده كويس، عرفنا الأحزاب ده السياسة، لكن احنا بنتكلم في الدين ده، اللي هو تمشي في الشارع لافتة جماعة كده، بعد شوية فرقة كده، الكلام ده أجابه شنو؟ أجابه متابعة اليهود والنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من رواية عبد الله بن عمرو وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود، شوف ذي قبلي النصارى وقبل الإسلام، إلى 71 فرقة في الأهواء، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى، ذي تابعوا كمان اليهود، إلى 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، ذي تابعوا اليهود والنصارى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا بحر ضب اللي دخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالسبب متابعة اليهود والنصارى، الإسلام ما فيه تفرق، ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليه الناس عملت أحزاب وجماعات وطرق؟ من وين الكلام؟ الكلام محرم في شريعة الإسلام.